بعد أسبوع على انطلاق عمليات الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي على عموم التراب الوطني، تدخل مقاطعة المذرذرة مرحلة تكثيف التحسيس والتوعية لدفع المواطنين إلى مكاتب التسجيل لإكمال شروط الواجب الدستوري المتعلق بالتصويت. هذا التصويت المرهون بالتسجيل على اللائحة الانتخابية المحددة. تعرفوا كامل على أن واجب الاقتراع والله واجب الزرق على أنه واجب دستوري، ناس كاملة يلتت أنه عنده الحق فيه دستوريا، وعلى أنه ضمان الوحيد المشاركة في الانتخابات. حدها مشاركة في الانتخابات لا بد أن يعود طالع لائحة الانتخابية. إذا نعود ما هو طالع لائحة الانتخابية معناه أنه ما يقدر يشارك. المشاركة في الانتخابات هي جوهر ومعنى الذي قالوا الديمقراطية، وهو من الصوت اللي يعبر به المواطن عن توجهه وعن إرادته، وهو اللي لا يكفل الدستور على ذلك الإرادة تتجسد بذاك اللي اختاره هو. التسجيل هذه السنة ليس كسابقيه يغني منه أن يكون الشخص قد سجل من قبل، وليس تسجيلا تكميليا، بل هو تسجيل جديد يستوي فيه من سجل من قبل أو من لم يسجل. هذا الإحصاء أساسا النقاط اللي يلا نعود محسين بها الآخرين الناس كاملة المواطنين، يعني ما هو إحصاء تكميلي، إحصاء ابتدائي، معناها ما يقول حد أنا قط حصيت تالي موجود أصلا، لا حد ما أحصى من جديد يعتبر ما هو في اللائحة الانتخابية ما يقدر يطلع لي. هذه مهمة جدا لأنه الناس شم ناس يعود عنده فكرة أنه فاتح، تالي كانوا ها مو تكميلي، مو إحصاء تكميلي، مو الثاني، إحصاء ابتدائي بادئ من الصفر. المواطنون يؤكدون أهمية التسجيل واستعدادهم الكامل لإكمال متطلبات الواجب الانتخابي. أنا هذا الإحصاء أنه رواية شفافة لا تعود، والمعدل المقيود فيه هو يلا يا غير يحتاج المادة تعود وطنية ومستمة بالشأن العام ولا قديلها باللي حزب اللي هي منه. وجيت هون من أجل نحضر لذي الدعوة للتعبئة والتحسيس من أجل الإحصاء الانتخابي اللي واجب كل مواطن، واجب كل مواطن بعيدا عن الانتماء السياسي وكل شيء، هذا هو اللي لا يحدد له الصبح الأشخاص اللي لا يحلوا مشاكله. الإحصاء بالنسبة لنا احنا بعد ما كنا نصيب عنه، ثانيا كل الإنسان هي يرتاح نفسيا به اللي جاي هو من نفسه ودير بصمته ومتأكد هو من نفسه عن ما فهم أي خلالات أخرى. فعلا الناس كاملة فرحانة له وفهم إقبال الحمد لله عليه جيد، وإحنا ابتداء من اليوم إن شاء الله ننستم للتحسيس إن شاء الله. هذا إحصاء جديد ويلا الناس تقبل عليه كاملة وتسجل فيه. 9 مكاتب موزعة على عموم بلديات مقاطعة المذرذرة تكثف هذه الأيام من نشاطها لتسجيل جميع مواطني المقاطعة في الأجل الزمني المحدد بشهر، وهو مسعى يتطلب تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشبابية لدعمه وتحقيقه.